وما زالت لقاءاتنا مستمرة مع حضراتكم على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب ودورة الإمارات العربية الشقيقة بتشارك في الدورة الحالية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب مجموعة كبيرة من الأفكار الثقافية لتخدم المجتمعات العربية. ده حقيقة جمانة، يمكن دورة مميزة، دورة استثنائية، الدورة رقم 54. خلونا دلوقتي نعرف تفاصيل أكتر عن مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في هذه الدورة من خلال حوار خاص يعني أجراه زملائنا بسنت الحسيني ومنى الشرقاوي مع الأستاذ فاضل بوصيم مدير مكتب هيئة الشارقة للكتاب المنطقة الشرقية ونائب مدير معرض الشارقة للكتاب. معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54 بيشهد مشاركات عربية مختلفة، ومن ضمن هذه المشاركات العربية مشاركة لدولة الإمارات العربية الشقيقة اللي موجودة وبقوة على مدار التاريخ المصري والثقافة المصرية. بنورنا النهاردة فاضل بوصميم مدير مكتب هيئة الشارقة للكتاب المنطقة الشرقية، نائب مدير معرض الشارقة للكتاب. أهلا بك يا فندم. اهلا وسهلا بكم. اهلا بحضرتك، في صباح الخير يا مصر. ويمكن اهميه الفعاليات الثقافيه دي في تقريب وجهات النظر العربيه وتقريب يمكن الشباب العربي من بعضه وفكرهم وكل حاجه، وجهه نظر حضرتك ايه في هذه الفعاليات الثقافيه ما بين الدول العربيه وبعضها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الفعاليات الثقافيه هاي نحن دائما نحرص عليها في معرض الشارقة للكتاب بالذات. ايضا كان عندنا السنة هذه في المعرض الماضي ما يقارب من 1800 فعالية ثقافية استضفنا فيها طبعا كتاب من مصر، أكثر من 50 كاتب من مصر، شاعر وأدباء أيضا وممثلين من مصر استضفنا فيها، سوشيال ميديا أيضا استضفنا فيها كتاب من دول عربية مختلفة ومن دول أجنبية لتقريب الثقافة وتوعية الشعوب. أيضا تبادل الثقافات هذه شيء مهم بين في المعارض العربية، على الأقل كأنا مثلا مواطن إماراتي في القاهرة أحرص أني أحضر على بعض الفعاليات الثقافية أتعرف على المجتمع المصري من خلال هذا الشيء، وناقل أيضا المجتمع الثقافة المصرية للإمارات أو ننقلها لدولة خليجية نتعرف عن قرب عن هذه الثقافة من خلال تواجد المفكرين والأدباء مما يقرب هذا الجيل ويشيل بعض اللغط وبعض الاختلافات او المفاهيم الخاطئه المعروفه مثلا في تغير اللهجات تغير كذا. هذه الفعاليات بالعكس هي يعني ممكن نقول بتقرب الشعوب اكثر واكثر وبتقرب الفهم ايضا في المصطلحات اللغويه العادات والتقاليد، وهذا هو ميزه المعارض العربيه بالذات كمعرض القاهره. مثل ما قلت 1000 وحاجه فعاليه ايضا موجوده رقم كبير. نتمنى ايضا ان نحن نستفيد من هذه الفعاليات ونقل هذه التجربه ونختار من هذه الفعاليات ايضا شيء يمثلنا بالشارقه لنقرب الصوره اكثر، الصوره المصريه اللي معروفه دائما من ايام الخمسينات والاربعينات عندنا في المجتمع ايام الابيض والاسود، تعلمنا كثير من الثقافه المصريه ونتمنى ايضا ان نستفيد من خلال هذه المعارض ان شاء الله. لسه حضرتك بتقول اتعلمنا كتير من الثقافة المصرية وتعرضنا كتير للثقافة المصرية، يمكن نقدر نقول ان كتير من وطننا العربي في البدايات كان من زمان وهو بيتعرض للثقافة المصرية، سواء بقى كان الكتاب والناشرين المصريين، الفن المصري، يعني اللهجة المصرية قد تكون درجة ومفهومة بالنسبة لكتير من وطننا العربي. علاقتك بدايتها مع الثقافة المصرية وكيف تعرضت للثقافة المصرية؟ نحن الثقافة المصرية في الإمارات مثلا في أيام الستينات كانت عن طريق المسلسلات التلفزيونية، ما كان عن طريق الكتب، لا عن طريق، لأنه هو التأثير القوي كان الشعوب غير متعلمة، كان التلفزيون له تأثير كبير في الثقافة المصرية أنها انتشرت في الوطن العربي ودات عنا في دول الخليج العربي، أثرت بشكل كثير في العادات والتقاليد واللهجات أيضا، وتعرفنا على الشعب المصري من خلال هالأشياء. يعني حتى المسلسلات كانت بعض الخليجية مثلت في مصر وكان لها دور كبير في نقل الثقافة، هاي المسلسلات يعني والأفلام المصرية والمسرحيات نحن عشنا جو كبير. يعني لغاية بداية 2000 كان للثقافة المصرية والمسلسلات الأجنبية والأفلام دور كبير في نقل الثقافة المصرية للشعوب العربية. أستاذ فاضل، حابين نعرف علاقتك أنت بقى الشخصية بمعرض الكتاب. أنا علاقتي بمعرض الكتاب مثلا معرض الشارقة للكتاب علاقتي فيه لحد الآن 27 سنة 28 سنة، ومعرض القاهرة يمكن صار لي أكثر من 20 سنة وأنا أزوره كمنظمين
من قبل هيئة الشارقة للكتاب. العلاقة معنا ومعرض الكتاب في علاقة وتعاون كبير بيننا وبين وزارة الثقافة المصرية والهيئة المصرية للكتاب، في تعاون كبير بيننا في على مدار هذه الأعوام، تبادل الخبرات الثقافية، تبادل الكتاب والمفكرين سواء في المعرض القاهرة في معرض الشارقة، الاستضافات، تبادل المساحات. الحمد لله تعاون، يعني هذا التعاون هذا مو بولي الصدفة، لا هو تعاون مستمر من أيام الشيخ زايد والشيخ خليفة الله يرحمه والشيخ محمد بن زايد، والعلاقات اللي بيننا السياسية قوية والعلاقات الثقافية اللي تربط الشارقة بالذات وصاحب السمو حاكم الشارقة الشيخ سلطان محمد القاسمي، علاقة قوية بالشارقة، حبه لمصر كبير طبعا، وهو حريص أنه يتابع معرض القاهرة أول بأول. وقبل 3 سنوات كانت زيارة لمعرض القاهرة في الكتاب، لأن الرابط القوي بينه وبين مصر شيء لا يوصف. ونحن أيضا في الشارقة معرض القاهرة مهم لنا جدا، من أهم المعارض اللي حنشارك فيها. معرض القاهرة يربط الشرق بالغرب، آسيا بأفريقيا، يعني يربط دول العالم أيضا من خلال تواجده المهني. مصر غنية بثقافتها، غنية بتاريخها الثقافي، غنية بمخزونها الثقافي، بمفكرينها، بأدبائها. طبعا دور النشر لها تأثير كبير حتى في المعارض العربية. أكيد. حضرتك بتقول علاقتك بمعرض الكتاب ممتدة لأكثر، معرض القاهرة الدولي للكتاب ممتدة لأكثر من 20 سنة. 20 سنة بتزور مصر، وعشرين سنة بتزور مصر بشكل دوري على وبشكل دائم. أنا شهر العسل مالي كان في مصر. يا سلام. بين اسكندرية والقاهرة قبل في سنة 1994. وكان زوجتي معتذر إني أحضر مصر. الناس تروح أوروبا، قلت لها بوديك مصر، وديتها الهرم، وديها في اسكندرية. وكل 10 سنوات اجدد زياره حق اسكندريه والقاهره مع زوجتي طبعا. الله. لازم هي يعني تكيفت على الاخر. ده خليني بقى اعرف او اسال حضرتك، شكل مصر في ال20 سنه، تطور كبير، الدنيا دلوقتي بقت مختلفه تماما، عندنا طرق اوسع، عندنا سهوله في الوصول لاماكن مختلفه يمكن اسرع بكتير. حضرتك بتقول انك رحت اماكن مختلفه او بلدان مختلفه من مصر، السياحه الداخليه في مصر يعني اعتقد ان ممكن تكون جاذبه بشكل كبير. شوفي، مصر خلال 10 سنوات الأخيرة تغيرت تغير جذري كامل. من بعد الثورة صار تغير كبير من ناحية البنى التحتية، الشوارع، الوصول للأماكن، المدن الجديدة تأسست، التجمع الخامس والعاصمة الإدارية، طبعا هاي نقلة عالمية. الآن الناس الازدحام كثير صار في خارج القاهرة. معرض القاهرة تطور تطور كبير جدا طبعا، من أيام مدينة نصر والمعرض القديم وكيف كانت المعاناة للناس، وتطور من حين 5 سنوات في المكان الجديد هذا، طبعا يعطي واجهة مشرقة عن مصر وعن الثقافة المصرية في جميع أنحاء العالم. نحن عشنا في أيام المعرض القديم كانت في معاناة، وكانت في طبعا ما قدرنا نلوم الناس، ما قدرنا نلوم الجهات، كانت في كان هم حابين يسووا تطور وصارت الثورة، وعشنا الثورة معاكم هني. وبس الحمد لله، شوفي خلال بعد الثورة الأشياء اللي صارت في مصر الإنسان ما بيروح يصدق شو اللي يصير. أنا جيت شهر 4 في اسكندرية والقاهرة في نهاية شهر 4، جيت بداية شهر 6 في مدينة نصر تغير جذري، 3 جسور في بعد 30 يونيو. الوضع في في 3 شهور بنت 3 كباري صارت في مدينة نصر، ولا صارت في زحمة ولا في حاجة. مصر لو تشوف السياحة الخارجية فيها سواء صيف أو شتاء مستمرة، في ناس عندها حب لمصر، يعني حب كبير انهم يكونوا في مصر باستمرار، لازم بالسلام مره مرتين يزوروها. الاكل الشعبي مصر، الجمهور الكتاب المصري له نكهه خاصه ولا طابع خاص، بيستانس بكل حاجه بيعملها. لو شوف المسارح الخارجيه بيفرح، بيغني وبيمثل على المسرح وهو جاي زياره المعرض، بس بيعيش يومه سعيد في المعرض. حقيقي. وهذا بينعكس على الناشرين ايضا. احنا شفنا يمكن المعرض النهارده، حضرتك قلت اختلاف كبير قوي وتطور كبير قوي ما بين المعرض الموجود هنا ومعرض القاهره القديم اللي كان موجود في مدينه نصر، ويمكن الوسع ده والكبر ده مخلي فيه كل حاجه تقريبا موجوده، الاجنحه للمراه وللطفل وللتكنولوجيا، فاي حد عايز يجي يقرا عن اي حاجه
ده موجود. أهمية ده وانعكاسه إيه على الثقافة، خليني أقول العربية، إزاي نخلي فيه ترابط ما بين الشباب العربي الشباب الإماراتي، إنه يجي معرض الكتاب ويتفرج ويشوف الثقافات المختلفة من الدول العربية المختلفة، وكمان الشباب المصري يروح ويشوف الثقافات في الدول العربية المختلفة، طبعا منها أكيد الإمارات. شوفي، معرض القاهرة الدولي للكتاب، معرض الشارقة، ممكن يكون هم متميزين في البرامج الثقافية فعلا، يعني البرامج تقدم للطفل وللشباب هي برامج كثيرة، ونحن نتمنى مثلا من الشباب أيضا العربي أن يزور معرض القاهرة باستمرار، لأن معرض القاهرة يجمع بين ثقافات مختلفة وتاريخ قديم جدا. نحن نحاول أيضا نقلد هذا الشيء بالشارقة ونعمل ونطوره ونعمل أشياء كثيرة. الثقافة لها دور كثير في تغيير السلوك. للأسف الثقافة العربية تعاني الآن من أزمة الروايات، وهي اللي صايرة طاغية على الثقافة الصحيحة. نحن عندنا ثقافة يعني عربية قوية متجذرة، اتجاه الشباب السوشيال ميديا صار يخاطبوهم بالروايات ممكن يكون الهابطة، واللي هي بتأثر في الجيل من 16 18 سنة 20 سنة، صار بيطلع على الروايات الهاتفة هاي، ممكن يشتري رواية ويرميها بالزبالة. الرواية القديمة نجيب محفوظ والأشياء القديمة هاي الموجودة صار الإقبال قليل، طغى عليها السوشيال ميديا بالترويج لبضاعة فاسدة، للأسف أنا أسميها كمدير نائب مدير بضاعة فاسدة، ونحن نشوف أثرها على المجتمع سواء في مصر أو في الإمارات أو في الوطن العربي. صارت هي في كل المعارض هي المسيطرة على الوضع، على المبيعات وعلى هذا، وهذا ينعكس سلبيا على الشباب. نحن نحاول من خلال المعارض أيضا ندعم دور النشر القوية، دور النشر اللي هي عندها محتوى ثقافي، محتوى متزن، محتوى يعني نظيف يخدم الشباب، لأن الشباب بحاجة لمن يقوده إلى بر الأمان، بحاجة للتوجيه الصحيح. من خلال هالبرامج تنظم، نحن نحاول نرسم صورة صحيحة حق الثقافة العربية، سواء في معرض القاهرة، معرض الشارقة، في معرض العربية أيضا، نحاول نرسم صورة حلوة للشباب من خلال الندوات اللي نقدمها، وليس من خلال ما يقدمه بعض الناشرين. للأسف يقدم رواية هابطة وهو ينشر ثقافة. نحن من خلال برامجنا وبرامجكم نحاول يعني نحط جسور قوية للثقافة، التأكيد على القيم الثقافية، على العادات القديمة، على القصة الهادفة، على الرواية الهادفة أيضا، لها دور كبير تكون هذه. طيب أستاذ فاضل بوسميم، مشاركة حضرتك السنة دي في معرض الكتاب، ما سمعت السؤال، ما جديدك هذه السنة في المشاركة في معرض الكتاب؟ هيئة الشارقة للكتاب دائما عندنا جديد الحمد لله. السنة هذه أطلقنا المعجم التاريخي للغة العربية، معروض معجم التاريخي للغة العربية، لأن اللغة العربية الوحيدة ما ليس لها معجم إلى الآن. بدأت الفكرة في مصر من أيام الخمسينات، وبدأت المحاولات على يمكن مرتين حاولهم يجمعوا المعاجم العربية في معجم واحد عربي، للأسف الفكرة فشلت، كانت محتاجة لدعم مادي كبير. صاحب السمو حاكم الشارقة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي تبنى هذه الفكرة، ومن خمس سنوات نقل هذه الفكرة للشارقة وأسس مقر المجمع اللغوي في الشارقة، وجمع جميع رؤساء المجامع اللغة العربية في الوطن العربي لإصدار هذا المعجم. والحمد لله السنة الماضية أطلقنا النسخة الأولى من المعجم، الأجزاء الأولى العشر أجزاء في معرض القاهرة، واليوم نستكمل الأجزاء لغاية 37 جزء موجودة لمتناول الجمهور. وعلى مدار السنة القادمة إن شاء الله راح ينتهي المعجم اللغوي نهايته، بتكون حوالي بيوصل لحوالي 90 مجلد أو 70 مجلد. أكيد. هذه هي يعني أفضل شيء. نحن أيضا عندنا برامج الهيئة كثيرة نقدم للناشرين كجوائز كمسابقات، منحة الترجمة، هذا منحة الترجمة مفيدة للناشرين، نحاول أيضا نحن ننقل الناشر العربي من الدائرة المحلية إلى الدائرة العالمية. من خلال مؤتمر ناشرين بالشارقة بيحضر يكون ثلاثة أيام على قبل المعرض في ورش عالمية، منح بيع شراء حقوق الطبع والنشر. السنة الماضية وقعنا 1000 اتفاقية بيع وشراء الحقوق مع دول أجنبية وعربية،
والشيء الجميل ان الكتاب العربي اصبح يشترى من دور نشر اجنبيه ويترجم الى اللغات الاجنبيه ايضا، وهذا هو كان الهدف الرئيسي من التواجد في معرض الكتاب. احنا سعداء جدا بوجود حضرتك معانا استاذ فاضل بوسميم، سعداء جدا بوجودك معانا مدير معرض الكتاب. اهلا وسهلا بتواجدنا معاكم في هذا المعرض، ونتمنى كل النجاح للجنه المنظمه ولجمهورنا يستفيد من هذا المعرض ان شاء الله. ان شاء الله، شكرا لك يا فندم. اهلا وسهلا.